ورحمة الله وبركاته. معدل التقرير هي Internet Architecture and Protocols، قسم البرامجيات، كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، المرحلة الرابعة. عنوان التقرير الإلكترونيك ميل، مقدم من قبل الطالبة سجى أحمد خضير نعمة، إشراف الأستاذ أحمد ستار الحسيني. سوف نشرح في هذا التقرير ما يلي: The Connect، الـ Abstract، Writing in Email، Traditional method, use of email, adjective and disadjective of using email. الابستراكت، الملخص، هو عبارة عن ملخص بسيط للبريد الإلكتروني. هي معلومات مخزنة على جهاز كمبيوتر تم تبادلها بين اثنين من المستخدمين عبر الاتصالات بشكل أكثر وضوحا. البريد الإلكتروني هو رسالة قد تحتوي على نص أو ملفات أو صور أو مرفقات أخرى، مرسلة عبر الشبكة إلى فرد معين أو مجموعة من الأفراد. تم إرسال أول بريد إلكتروني بواسطة راي توملسون في عام 1971. أرسل تامليسون البريد الإلكتروني نفسه كرسالة بريد إلكتروني تجريبية يحتوى على النص، شيء مثل مجموعة من الأحرف أو أي كلمة معينة. ومع ذلك، على الرغم من إرسال البريد الإلكتروني إلى نفسه، لا يزال يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني عبر الأربنت. بحلول عام 1996 كان البريد الإلكتروني أكثر من البريد العادي. Writing in email، عند كتابة رسالة بريد إلكتروني يجب أن تبدو مثل نافذة المثال أدنى. كما ترى، هناك عدة حقول مطلوبة عند إرسال بريد إلكتروني. الحقل إلى، هذا هو المثال. الحقل إلى هو المكان الذي يتم فيه وضع عنوان بريد إلكتروني. أما الحقل من هو from، هو العنوان اللي نضع فيه بريدك الإلكتروني. إذا كنت ترد على رسالة فسيتم الحقلين إلى ومن تلقائيا. إذا كانت رسالة جديدة فستحتاج إلى تحديد المستلمين في الحقل إلى، أما بتحديدهم من قام إجابة الاتصال أو كتابة عنوان البريد الإلكتروني يدويا. يجب أن يتكون الموضوع من بضع كلمات تصف محتوى البريد الإلكتروني. يسمح لك الحقل CC نسخة كربونية بتحديد المستلمين الذين ليسوا مستلمين مباشرين مدرجين في الحقل إلى. على سبيل المثال، يمكنك توجيه بريد إلكتروني إلى جيف والCC لاند وستيفن. على الرغم من أن البريد الإلكتروني موجه إلى جيف، إلا أن لاند وستيفن يتلقون أيضا نسخة، ويمكن للجميع رؤية من استلم البريد الإلكتروني هذا الحقل اختياري. وكذلك عندنا حقل البي سي سي، هو نسخة كربونية صماء مشابهة للمصطلح سي سي، باستثناء أن المستلمين السريين سيتلقى كل مستلم نسخة مخفية الواجهة البريد الإلكتروني، ولكنه لن يرى من استلم نسخة أخرى. يظل المرسلون مرئي لجميع المستلمين، هذا الحقل اختياري أيضا. أخيرا، نص الرسالة هو الموقع الذي تكتب فيه رسالتك الرئيسية، غالبا ما يحتوي على توقيعك في الأسفل، على غير في الأسفل هنا. وهذا توضيح لهذا المثال. إلى هنا نصل إلى traditional method، الطريقة التقليدية. هي عبارة عن مجموعة من الخطوات. أولا، كتبت أليس رسالة إلى بوب في برنامج البريد الإلكتروني الخاص بها. يحمل برنامج البريد الإلكتروني الخاص بها على تجميع الرسالة مع بعض المعلومات الأخرى مثل عنوان البريد الإلكتروني وعنوان الشخص الذي تكتب إليه. خادم البريد الإلكتروني الذي تستخدم أليس لإرسال رسالتها يأخذ رسالة أليس وتنظر في العنوان لمعرفة المكان الذي يتم إرسال الرسالة إليه. ثالثا، يمنع خادم DNS خادم بريد الأليس العنوان الصحيح للخادم الذي يستخدمه بوب لتلقي بريد إلكتروني. يرسل خادم بريد
الأليس الرسالة إلى خادم بريد بوب إلكترونيا مما يضعها في صندوق بريد بوب. يفتح بوب برنامج البريد الإلكتروني الخاص به ويقوم بتنزيل رسائله باستخدام أحد مجموعتين من القواعد، أما البروتوكول أوفيس أو بروتوكول الوصول إلى الرسالة عبر الإنترنت IMAP تتضمن رسائل جديدة من أليس. وهذا المثال توضيح للشرح أعلاه. يقدم هذا الرسم البياني مثالا لما يحدث عندما يتم إرسال بريد الإلكتروني من شخص إلى آخر باستخدام الطريقة التقليدية. في هذا المثال ترسل أليس بريدا إلكترونيا إلى بوب. رابعا Use of Email، استخدامات البريد الإلكتروني. يمكن استخدام البريد الإلكتروني بطرق متنوعة سواء بشكل شخصي أو داخل منظمة، بالإضافة إلى واحد على واحد أو بين مجموعة كبيرة من الأشخاص. البريد الإلكتروني هو وسيلة مفيدة للتواصل مع الأفراد أو مجموعات صغيرة من الأصدقاء والزملاء، كذلك يتيح لنا إرسال المستندات والصور والروابط. قد يكون الاستخدام المفيد الآخر للبريد هو التواصل بين شخصين أو مجموعة صغيرة كما قلنا. أيضا يمكن استخدام البريد الإلكتروني لتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء دفع أو نقل. قد تنشأ شركة بريد إلكترونيا آلية يتم إرساله إلى المشترين عبر الإنترنت الذين يحتفظون بالعناصر في سلة التسوق الخاصة بهم لفترة زمنية محددة. قد يذكر البريد الإلكتروني العميل أن لديه منتجات تجلس في سلة التسوق ويشجعه على إتمام الشراء قبل نفاذ العناصر. خامساً Advantage and Disadvantage of Using Email، مزايا وعيوب أو سلبيات البريد الإلكتروني. Advantage، يتم تسليم رسائل البريد الإلكتروني بسرعة كبيرة عند مقارنتها بالبريد التقليدي. يمكن إرسال رسائل البريد الإلكتروني 24 ساعة في اليوم 365 يوما في السنة. بريد الويب يعني أنه يمكن إرسال رسائل البريد الإلكتروني وتلقيها من أي جهاز كمبيوتر في أي مكان في العالم لديه اتصال بالإنترنت. كذلك رخيصة عند استخدام النطاق العريض، يكون كل بريد إلكتروني يتم إرساله مجانيا بشكل فعال. يمكن إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى شخص واحد أو عدة أشخاص. يحتاج المستلم إلى الوصول إلى الإنترنت لتلقي البريد الإلكتروني. تنتشر الفيروس. أما سلبيات يحتاج المستلم إلى سلبيات البريد الإلكتروني، يحتاج المستلم إلى الوصول إلى الإنترنت لتلقي البريد الإلكتروني. تنتشر الفيروسات بسهولة عبر مرفقات البريد الإلكتروني. التصيد، الاحتيال إرسال بريد إلكتروني إلى مستخدم يدعى زورا أنه شركة شرعية لخداع المستخدم لتقديم معلومة مثل المعلومات الشخصية وأرقام الحسابات المصرفية على موقع ويب زائف. سيتم بعد ذلك استخدام التفاصيل لسرقة له، ولا يوجد ضمان بقراءة البريد الإلكتروني حتى يقوم المستخدم بتسجيل الدخول والتحكم بالبريد الإلكتروني. هذا المثال توضيحي للشرح أعلى للأدفانتج والديسأدفانتج. من خلال التقرير، شرحنا التقرير، سوف نتطرق إلى هذا الكويشن: What is an email and what are the advantage and disadvantage of using an email؟ وشكرا.